السيدات والسادة، الحضور الأكارم، ألا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فقال في ذلك قولا متينا رصينا سرمديا أبديا، وأنزل فيه القرآن يتلى على رؤوس الأشهاد. مصر قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لاءها فاسمعوها. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب. إلى أرضها لجأ الأنبياء، وفرعون معجزة في البناء. وأوصى الإله بها العلها من كل عاد، وجنب شعبها غزو الطغاة. فيا رب يا رب بارك لنا في مصر الحبيبة، وكن معها في الليالي العصيبة. إذا كان غايته الجمال، تلاه الشعور، ذات التذوق، فإن العلم غايته الحقيقة، ووسيلته الفكر، وأداته المنطق. في العلم كما في الحياة، الغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقرا. والذين بدأوا السباق متأخرين يواجهون كل يوم مشاكل اللحاق بمن بدأ السباق مبكرا. يقولون أن الطب كان معدوما فأوجده أبقراط، وميتا فأحياه جالينوس، ومشتتا فجمعه الرازي، وناقصا فأكمله ابن سينا. والحقيقة أن الإنسان المصري القديم هو أول والجراحة والحضارة، وأن إم حطب هو أبو الطب وعميد الأطباء في التاريخ. فأثبتت كل البرديات الموجودة في المتاحف العالمية تقدم المصريين القدماء في مجالات العلوم. لكن أكثر ما يفسد الدنيا نصف طبيب ونصف فقيه ونصف عالم. الشخص العادي يرى صورة الحياة مجزأة منظرا، بينما رجل العلم يرى أو يحاول أن يرى الصورة كاملة. الشخص العادي يرى الشجرة، بينما رجل العلم يرى الغابة. يكون كالطبيب، لا تهم حالات اكتمال الصحة، لكن تثير حالات تفشي المرض. يكون كالفلكي، يبدأ بما يراه الجميع لكي يصل إلى ما لا يراه الجميع. يكون كالشمعة التي لا بد أن تحترق من طرفيها حتى تنين. لهذا كان الموسيقار الشهير بيتهوفن يقول: إنني أصبر وأفكر وأتألم، فكل ألم يجلب معه بعض الخير. إن هذا الأمل في بعض الخير بعد كل هذا العذاب هو العزاء الأخير لأي مبدع عن عمله. السادة الوزراء، علماء مصر الأجلاء، الحضور الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في الدورة الثالثة لجائزة السيد الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، والتي تحمل في طياتها هذا العام تكريما للمتفوقين في مجالات العلوم الطبية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والعلوم الهندسية والتطبيقية، كما أنها هذا العام تتفرد بتكريم جيل الرواد. نقطة مضيئة في قلب مصر، نافذة الدلتا على مصر، ونافذة مصر على الدلتا. نجحت في أن ترسخ لنفسها سمعة طيبة كواحدة من أفضل الجامعات المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا.